التكوين هو التكوين المهني والتكوين العالمي هو البحث العلمي. ونواصل مع السؤال السابع، موضوعه الوضعية المادية المدرية للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي. الكلمة لأحد السادة المستشارين من الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادل لتقديم السؤال. تفضل سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. سيد وزير الدولة المحترم، سيدين الوزيرين، أخوات الإخوة، سيد وزير، تعيش جامعات مغربية بعض الاحتجاجات من طرف السادة الأساتذة التعليم العالي يسائلونكم عن وضعيتهم المادية، حيث عرفت أجورهم ما يزيد عن ما يقارب 20 سنة لم تعرف أي تغيير. فعن أي أستاذ جامعي نتحدث اليوم؟ فما هي المبادرة الاستعجالية التي يجب القيام بها لتحفيزهم أولا ولرد الاعتبار للبحث العلمي وللأستاذ الجامعي؟ شكرا سيد الوزير. شكرا سيد المستشار، لكم كلمة سيد الوزير إجابة على السؤال. شكرا سيد رئيس محترم، سيد المستشار المحترم. في البداية أريد أن أؤكد على اهتمامنا بوضعية الأستاذ الباحث والدور الذي يلعبه الأستاذ الباحث بالارتقاء بالوظيفة ديالو على المستوى الجامعي، لا في التدريس لا في البحث العلمي. أريد أيضا أن أؤكد أن منذ 1997 استفد الأستاذ الباحث من واحد العدد ديال المبادرات والإجراءات اللي عرفة اللي منحنا لهم في إطار النظام الأساسي آنذاك واحد الامتياز. واليوم نحن نعمل على تطوير هذا النظام الأساسي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وإن شاء الله قبل نهاية هذه الولاية غنخرجوا واحد نظام أساسي غياخذ بعين الاعتبار الوضعية الحقيقية اليوم ديال أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي. بغيت نذكر أيضا بأن هاد الأساتذة استفدوا من واحد العدد من الإجراءات. أولا واحد الأقدمية اعتبارية ديال 3 سنوات بالنسبة لجميع الأساتذة، 6 سنوات بالنسبة لحاملي الدكتوراه الفرنسية. ايضا اقرار تمكين الاساتذه المؤهلين للوصول والولوج لاساتذه التعليم العالي باجتياز واحد المباراه. قبل كتكون واحد المباراه حسب المناصب المهنيه المخوله على المستوى الوطني، ومن ابتداء 2016 درت واحد المباراه واحد المقابله بدون حصيص لمنحات جميع الاساتذه المؤهلين اللي كيتوفيو الشروط باش يولجوا لاساتذه التعليم العالي. وهذه كانت واحد القفزه نوعيه باش هذاك الاطار ديال تعليم الاساتذه المؤهلين باش نقلصوا منه ونوفروا اكثر اساتذه التعليم العالي. اساتذه التعليم العالي بغيت ايضا نذكر بعض المعطيات باش نكونوا عارفين علاش كنتكلموا. اليوم الاجر ديال الاساتذه الباحثين هو 82% من الماليه من الميزانيه ديال المنظومه، 82%. تقريبا 7 ملايير، ازيد من 7 ملايير ديال الدرهم، 7 مليار ديال الدرهم كيمشيو للاجر ديال الاستاذ. مقارنة، واحد المقارنة مع الأطباء، الأساتذة الباحثين كيبداو ب 18966 درهم وكيكملوا ب 42000 نت، ماشي نت بروت، 42882. المهندسين كيبداو ب 11772 كيساليو ب 31000 درهم. الطبيب المتخصص كيبدا ب 16000 كيساليو ب 29000. باش نعطيو ايضا مقارنه على المستوى ديال. شكرا سيد الوزير. بلدان انتهى الوقت سيد الوزير، شكرا لكم. كلمه السيد المستشار في اطار التعقيب، تفضل. شكرا سيد الوزير على هذه التوضيحات اللي كنا مازال نسمعوا التوضيحات الشافيه والكافيه، غير ان ما قامت به الحكومه مؤخرا في اطار مناقشه القانون المالي
أفاضت الكأس وخلقت نوعا من التضمر في نفوس السادة الأساتذة الباحثين عندما شهرت الورقة الحمراء الفصل 77 لإعفاء هذه التعويضات عن البحث العلمي من الضريبة، وكانت هي مناسبة لتحفيزهم ولزيادة في أجورهم. اليوم الأستاذ الجامعي السيد الوزير المحترم راه اللي كيقري الطلبة وتيتخرجوا بواحد الأجرة تفوق الأساتذة ديالهم، وهذا يؤثر في نفوسهم طبعا، وهذا ما خلق تدمر في عند الأساتذة الجامعيين. حنا كنشوفوا هذاك الفصل 77 اللي طبق على خفض او ازال نزول ديك الضريبه على البحث العلمي، هذا راه كان وغتكون واحد 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 النقطه تحفيزيه للاساتذه. اليوم كنشوفوا ان 20 سنه الاستاذ الجامعي ما تزادلوش في المنطقه ديالو. اليوم الأستاذ الجامعي ولا كيتهان بالمقارنة مع باقي الأساتذة وباقي الأطر اللي تخرجت تحت الإشراف ديالو. إذن هذا الأستاذ اللي أستاذ البحث العلمي الأستاذ الجامعي كيفاش بغيته يعطي؟ كيفاش بغيته نحفزه باش يكون هي الصفوة؟ أستاذ جامعي هو هي الصفوة في المجتمع، إذا لا كان كيتأثر شكرا سيد الرئيس المحترم. ومع السؤال الثامن، موضوعه تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بمختلف مناطق المغرب وجميع المستويات الدراسية. الكلمة لأحد المستشارين في فريق الأثار والمعاصرة يستقدم السؤال. سيد المربوح تفضل. شكرا سيد الرئيس، السيد الوزراء، السادة الوزراء، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، السيد الوزير، نسألكم عن استراتيجية الحكومة لتعميم تدريس الأمازيغية في مختلف مراحل التعليم والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغية بصفة عامة. شكرا سيد المستشار، لكم كلمة سيد الوزير إجابة السؤال تفضل. شكرا سيد الرئيس، سيد المستشار المحترم، أريد أيضا في البداية أن أذكر بأن القانون الإطار 51/17 ينص على تطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغي مع أحكام الدستور باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركة لجميع المغاربة بدون استثناء. اليوم عندنا القانون الإطار، عندنا أيضا القانون 26/16 للقانون التنظيمي الصادر 26 سبتمبر 2019، وأيضا منشور السيد رئيس الحكومة اللي تم اللي كتلتزم به الحكومة اليوم، اللي تم فوقاش 10 ديسمبر 2019 توصلنا به من طرف السيد رئيس الحكومة، واللي كيدعينا باش نوسعوا الاستفادة من تدريس الأمازيغية على المستوى الابتدائي وبطريقة تدريجية كما هو الشأن في القانون 26/16. هذا العمل التدريجي السيد المستشار المحترم بديناه منذ سنوات، أولا بإصدار واحد العدد ديال الكتب المدرسية باللغة الأمازيغية، أيضا بتكوين عدد هائل من الأساتذة، تم الاستفادة من التكوين أزيد من 11,000 أستاذ بالنسبة للأمازيغية. اليوم عندنا 5,000 أستاذ اللي يدرسوا الأمازيغية، 600,000 تلميذ مستفيد، وعندنا أيضا رفعنا من عدد خريجي مسالك الأمازيغية 743 أستاذة وأستاذة مختص في تدريس الأمازيغية، وسنويا يتم تخصيص 180 منصب ديال الأمازيغية بين أطر الأكاديميات باش نعمموا الأمازيغية على المستوى الابتدائي
في المحطة الأولى كمحطة الأولى، ومعني إن شاء الله بعد التعميم على المستوى الابتدائي سيتم إدراجها على المستوى الإعدادي والتأهيلي. اللي بغيت نقول هي أيضا واحد العدد الجامعات فعلوا معنا وحدثوا هذه المسالك في أكادير، الدار البيضاء، مكناس، فاس، باش خلقوا هذا المسلك ديال الامازيغيه. واليوم جميع الاساتذه ديال المراكز الجهويه لمهن التربيه والتكوين، الاطر الاكاديميات، كي عندهم درس في الامازيغيه باش كنقويو القدره ديالهم في الامازيغيه، باش كنبداو في المناطق اللي عندها واحد الطابع امازيغي في الاول كاولويه، ومن بعد كيتم التعميم في المناطق الاخرى. شكرا سيد المستشار. شكرا سيد الوزير. لكم كلمه سيد المستشار في اطار التعقيب. شكرا سيد الوزير. ما كنشكوش في المجهودات اللي انتم كتقوموا بها باش تصحوا شويه المسار، لانه غادي نوضعوا هذا الموضوع في الاطار ديالو العام. التدريس ديال الامازيغيه بدا من 2003، من بعد الخطاب الملكي ديال الجزائر، ومن بعد المعهد الملكي، ومن بعد اللجنه المشتركه الى اخره. ولكن الان بعد 20 سنه تقريبا يمكن ان نقول ان التجربه الاولى قبل مجيئكم للوزارة السيد الوزير سميوها فاشلة. فاشلة، واللي كنقراو فيها هو أخطر. كنقراو انعدام الإرادة السياسية. انعدام الإرادة السياسية. ليس للجميع، طبيعة الحال، وعاد غادي نرجع للموضوع. وكنتذكروا أن الصيغة الأولى ديال الحكومة ديال 2011 تركت الأمازيغية في العربة الأخيرة ديال القطار حتى سال الانتداب. كذلك قانون الإطار اللي تكلمت عليه في 2019 لم يعطيها المكانة الدستورية اللازمة، رغم أننا في أثناء المناقشة قدمنا ملاحظات واقتراحات، ولكن الحكومة لم تأخذها بعين الاعتبار. تدريس ديال الأمازيغية السيد الوزير رغم المجهودات التي تقومون بها، واش تدريس بأساتذة غير متخصصين؟ ثم كتحاولوا صحوا الأمور. واش تدريس اللي كيخص استاذ او لا مدرس في شي بلاصه اخرى كنسدوا بهم الخصاص؟ هذا كيعني باللي كنخليوها هي الاولويه الاخيره، وهذا كنتمنوا منكم السيد الوزير باش تصلحوا هاد الاختلالات اللي كيعرفها هذا الموضوع. كذلك علاقه بالموضوع، بالتغريب لتماطل من جهه ما في اخراج القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافه الامازيغيه. هذا متوقف على مفردة واحدة، ربما خطأ مادي، ولكن اللي كنقراو من مورا داك الشيء هو الإرادة. لو كانت هناك إرادة قوية لتصلحت ديك الخطأ المادي ويخرج القانون لحيز الوجود. كذلك محاربة الأمية السيد الوزير، محاربة الأمية وبالصيغة اللي جا بها القانون، مع الأسف محاربة الأمية بعض الناس وبالخصوص واحد الناس الناطقين بالأمازيغية هي بالنسبة لهم محاربة الأمازيغية، لأنه منصوص فيها أنها محاربة الأمية بالأمازيغية. هذا كيعني أنه هو اللي كيتكلم الأمازيغية وما كيتكلمش بالعربية أنه أمي. كذلك السيد الوزير، ونحن على 3 أسابيع من السنة الأمازيغية الجديدة، نجدد الطلب بترسيم هذا اليوم، لانه في هذا الاثناء هناك دول اخرى. شكرا سيد المستشار. كلمتين ارجوك، سيد المستشار انتهى الوقت. كلمتين غيشوف غير الطابلو سيد الوزير. شكرا. شكرا، رساله وصلت السيد المستشار. لكم كلمه اذا رغبتم في ذلك لرد التعقيب سيد الوزير في حدود بعض الثواني. تفضل. شكرا السيد رئيس. سيد المستشار، كما قلت اليوم كاينه واحد القناعه ديال الحكومه، وانا ذكرت بالمنشور ديال السيد رئيس الحكومه اللي كيدعي الوزراء لتفعيل مقتضيات قانون التنظيمي، وحنا كنشتغلوا عليه وكنرفعوا من الوتيره ديال الاساتذه باش نوفروا هذا التنظيم. شكرا الوزير. نمر للسؤال الموالي والتاسع، موضوعه دعم قدرات الاساتذه المتعاقدين وتمكينهم من تكوين فعلي في مهن التربيه والتكوين. الكلمه لحسد المستشارين من فريق الأثر والمعاصرة يقدم السؤال. تفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير السنوي سنة 2018 أن قطاع التربية والتعليم يعاني من أوجه قصور كثيرة جدا، وبأن عملية توظيف الأساتذة المتعاقدين التابعين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين دون تمكينهم
من تكوين فعلي في مهن التربية والتكوين واحدة من أوجه هذا القصور. تفاعلا مع هذا التقرير نساليكم سيد الوزير المحترم حول الإجراءات المزمع اتخاذها لدعم قدرات الأساتذة المتعاقدين وتمكينهم من تكوين فعلي في مهن التربية والتكوين. شكرا. شكرا سيد المستشار. الكلمة لكم سيد الوزير لإجابة على السؤال. شكرا سيد الرئيس. سيد المستشار المحترم، غير في البداية أؤكد أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تم إصداره قبل القرار الوزاري ديال 19 فبراير 2019 لكي يأثر هذا التكوين في على مستوى ديال المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. هاد أطر الأكاديميات المتعاقدين ما بقاش تعاقد منذ 13 مارس 2019 تم القضاء النهائي على التعاقد بإحداث نظام أساسي اللي رأينا فيه المطابقة مع النظام العام ديال الوظيفة العمومية واللي خدا بعين الاعتبار جميع الامتيازات اللي كاينة في النظام ديال الوظيفة العمومية. هاد الأطر الأكاديميات اليوم عرف الحمد لله هذا التوظيف الجهوي تقريبا هنا 85,000 أستاذ، 85,000 أستاذ، 11,000 2016. هاد 11,000 ديال 2016 هما اللي تقريبا تكونوا واحد الأسبوعين ومن بعد مباشرة خذوا القسم. لماذا؟ لأن أنا ذاك كنا في واحد نسبة الاكتضاد جد مهول، كنا تقريبا في الأقسام كيعرفوا 50-60. في 2017 استفدوا من شهرين من تكوين، شهر يونيو وشهر يوليوز، لأن أيضا التحقوا بالأقسام مباشرة في شتنبر. ولكن ابتداء من شهر من 2018-2019-2020 كنا في 7 أشهر ديال التكوين حضوري و4 أشهر عبر التعليم عن بعد. اليوم زدنا واحد الشهر إضافي. هاد السنة ابتداء من 2 جنبير الأساتذة الأطر الأكاديميات كانوا في المراكز وبدينا التدريس، وإن شاء الله غادي كتدريس حضوري غادي يبقاو حتى أواخر شهر يوليوز، ومع بعد غيلتحقوا بالقسم وكيستمر التعليم عن بعد، وأيضا في إطار هذه التدريب الميدانية بالتناوب بين المؤسسة التعليمية وبين مراكز مهن التربية والتكوين. أؤكد أن هذا الشهر اللي ضفناه أيضا درنا فيه واحد المساقات جديدة ولا سيما اللي كتعني التربية الدامجة، لأن اليوم غادي إن شاء الله غادي نمنحوا جميع أطفال المغاربة الإمكانية ديال التمدرس اللي كيتواجدوا في وضعية إعاقة. لهذا خصنا نكونوا الأساتذة باش يستقبلوهم أحسن استقبال. تكوين الأساتذة هو أمر أساسي للنهوض بجودة المنظومة. لهذا احنا بصدد ايضا اعادة النظر في هذا العرض التربوي على مستوى مراكز مهن الجهوية لمهن التربية والتكوين. شكرا. شكرا سيد الوزير. لكم كلمة سيد المستشار في هذا التعقيب. شكرا سيد الوزير المحترم. اذا كنا متفقين على انه الحكومة، حكومة السابقة، انتم غير مسؤولين عن هذا المبالغ عندما نقيتوا هذا الوضع، ونتمنوا على انكم تفهموا العمق ديال المعلم وديال الاستاذ والدور ديالو في التدريس والدور ديالو في تكوين المغربي اللي بغيناه، دور اساسي. وبالتالي هذا المعلم ولا هذا الاستاذ اللي غادي يكون المغربي اللي بغيناه في المستقبل خص اولا يكون عنده هو تكوين اساسي. ولا يمكن، انتم في التعليم، لا يمكن ان نتصور ابدا ان جميع الحرف اللي كاين في العالم في المغرب، الطبيب عنده لاكفاك ميسين، المهندس عنده مدرسه، كل واحد كل حرفه، تريسيان عنده فين عنده مسار مهني، الا الاستاذ المعلم في اواخر بدايه من 2009 و2010 بدينا كندخلوا، كان هذاك كندخلوا مباشره في 2009 و2010، كان من السنقه كندخلوا كيقريوا ترجع لا كان كتخذ 1000 و1500. انا كنت حاضر في البرلمان، دخلوا بطريقه فوضويه من السنقه من التظاهر الى القسم، كارثه عظمى. اذا لا يمكن لهذا اللي هو الركيزه ديال التعليم، الركيزه ديال بناء المستقبل، بناء العقل المستقبل، يكون واحد الانسان ما عندوش تكوين، ما كاينش هذه المهنه الشريفه الكبيره جدا ما عندهاش مسار اللي كان عندها، مسار الذي يكونها، ما يمكنش نجيبوه من احنا. قلتوا مثلا 11,000 درنا لهم 2 سيمانات، كان واحد وقيته غير 3 ايام، رجعنا 3 شهور، رجعنا 6 شهور. هل في اعتقادكم سيد الوزير هل ممكن باش نخرجوا استاذ ملم بالبيداغوجيا، ملم العلاقة الإنسانية بعلم النفس اللي غادي ياخذنا ذاك التلميذ الصغير غادي يكون قادر على نكوينه ونعمروه في 3 شهور ولا في 4 شهور؟ لا يمكن.
وبالتالي دخلنا المنظومه ديالنا السيد الوزير المحترم، دخلنا المنظومه ديال 80000 واحد، 80000 واحد ما عندها تكوين، 80000 واحد. ولهذا فجوده التعليم ديالنا، وحتى التقرير اللي قال ان جميع الاقتصادي والاجتماعي ولا على حسابات، كلهم قالوا على ان الخطر الكبير جدا على المنظومه هما هذا العدد الكبير جدا من نسميهم حنا متعاقدين ولا اطر اكاديميات، ماشي مشكل في التسميه، حنا اطر اكاديميات الى ما عندهمش تكوين هادو خطر على التعليم في المستقبل. قالوا هذا الخطر، واحد ما يكون جاي ما يمكنش يدخل يكون، وبالتالي خص تكون عندنا فكره فعليه باش يمكن هاد الناس 80000 دخلنا من المنظومه السيركوي، خصنا نكونوهم، انما نكونوهم بحال الاخر غادي يكونوا هما الكتار، وبالتالي المنظومه ما غانجحوش في الباطن في اعطاء واحد الجهه عاليه. شكرا سيد المستشار، الا ما كونناش لكم الكلمه سيد، لكم شكرا سيد المستشار، شكرا سيد المستشار، سالوا سيد المستشار، شكرا لكم الكلمه سيد الوزير في حدود الوقت المتبقي. شكرا سيد الرئيس. سيد المستشار، انا قلت بان هذا النمط اللي كتهضر عليه ما بقاش من 2018، يمكن تكوين قائم سنه نظريه وسنه ديال التدريب، واليوم الجامعات المغربيه تلقات واحد الاجازه في التربيه، هذه اجازه انتقائيه، وكاين ادخال وحدات ديال التربيه منذ الاسدس الاول 3 سنوات، وبعد سنتين ديال التكوين لمهنه الاستاذ. شكرا سيد الوزير. ونمر الى السؤال 10 والاخير في هذا القطاع، موضوعه مشروع دفتر الضوابط البيداغوجيه الوطنيه لنظام البكالوريوس. الكلمه لحسن المستشارين فريق العداله والتنميه لبسط السؤال. تفضل سي حميد. شكرا لكم سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، تعتزم وزارتكم اطلاق مشروع بيداغوجي جديد على مستوى الجامعات المغربيه بدءا من الموسم الجامعي القادم، هو نظام البكالوريوس. نسائلكم اولا عن المعالم الكبرى والخطوط العريضه لهذا المشروع، عن مدى اعمال المقاربه التشاركيه في العلاقه مع الاساتذه الباحثين الذين سيقوموا بتنزيل هذا المشروع، وعن ايضا مدى توفر الشروط اللوجستيكيه والموارد البشريه والماليه لضمان نجاح هذا المشروع. شكرا. شكرا سيد المستشار، لكم كلمة سيد الوزير إجابة على السؤال. شكرا سيد المستشار المحترم، في 3 دقائق يستحيل أن أرد على كل هذه التساؤلات، ولكن بعد الإيضاحات. أولا اليوم حنايا انخرطنا في هذا الهندسة البيداغوجية الجديدة، لأن كاين واحد العدد ديال التوجهات. أولا الخطاب الملكي 20 غشت 2018 اللي من أجل ملائمة التكوينات مع حاجية الشغل. ثانيا مقتضيات واردة في المواد قانون إطار للتربية والتكوين في قانون إطار 51/17، ضرورة اعتماد نظام بيداغوجي يستجيب لمتطلبات تنمية البلاد. أيضا تحضير هذا المشروع خدا واحد عدد ديال الخلاصات، ولا سيما الدراسة اللي قامت مجلس أعلى التربية والتكوين بالنسبة للاستقطاب المفتوح، الدراسة أيضا ديال المجلس الأعلى للحسابات، وأيضا التقارير المنجزة من طرف الجامعات والتي أظهرت واحد العدد ديال الإخلالات في نسبة الهدر الجامعي، في نسبة الإجهاد، في نسبة المغادرة بدون شهادة. نذكر السيد المستشار، وانتم أستاذ باحث وكتعرفوا عايشين هذا الشيء على المستوى ديال الجامعة المغربية. اليوم عندنا 16.5% اللي كيغادروا الجامعة بدون اجتياز امتحان السنة الأولى، كاين عندنا 47% اللي كيغادروا بعد سنتين 3 سنوات بدون أي شهادة. عندنا نسبة الإجهاد على المستوى ديال العلوم والتقنية 3.10%، 13% في القانون و 15% في الآداب. وعندنا أيضا نسبة الحصول على الإجازة اللي خصها تتحصل في 3 سنوات، المعدل هو بين 4 سنوات ونصف و 5 سنوات. وايضا هذا المنتوج الطالب عنده كيفتقد واحد العدد ديال المهارات والكفايات اللي كتمكنه من التشغيل. واليوم هذا النظام كان واحد اللقاء وطني السنه المصارمه في 3 اكتوبر في مراكش، وكانت واحد العمليه تشاركيه مهمه، لان شاركوا في 700 أستاذ باحث من جميع الجامعات المغربية بما فيها النقابتين الوطنية للتعليم العالي والمغربية للتعليم العالي والبحث العلمي. وكانوا واحد الخلاصات مهمة باش نبدلوا ونغيروا هذا النظام ونعطيه أكثر نجاعة. أولا إرساء واحد سنة تأسيسية لاستدراك هذا النقص، اولا في التخصص، وثانيا في المهارات والكفايات الحياتيه والذاتيه، وفي اللغات، لان هذا الشرخ اللغوي اليوم اللي كاين عنده واحد
الأزهر ولاستماع العلوم والتقنيات. النقطة الثانية هي هذه غادي تكون واحد المناسبة لمنح هذا الطالب هاد الكفايات والمهارات الحياتية اللي اليوم كنفتقدوها. ثانيا غيكونوا واحد وحدات ديال التفتح، واحدة التفتح في مجالات معرفية مختلفة. أنا في العلوم يمكن لي ناخذ الفلسفة ولا علوم الاجتماع ولا القانون ولا الاقتصاد، هذا أولا كيرسخ واحد الثقافة العامة ديال الطالب، وأيضا كيساعد هذا الطالب لإعادة التوجيه إلى ما كان باغي. وإن شاء الله في اللجنة نكملوا الحديث. شكرا السيد الوزير، لكم الكلمة السيد المستشار في إطار التعقيب. كما السيد الوزير المحترم على هذه التوضيحات، نحن نتقاسم معكم الكثير من التشخيصات التي طرحتموها حول واقع النظام البيداغوجي الحالي، وكنا نعتقد بأنه لابد من مزيد من تقييم وتعميق التقييم للنظام الحالي حتى لا نسقط في نفس الأخطاء. لماذا؟ لأنه التقييم الذي أجرى المجلس الأعلى لنظام التربية والتكوين تحدث عن القرارات المرتجلة، تحدث عن الإجراءات الغير المكتملة، تحدث عن غياب الوضوح في الهندسة البيداغوجية إلى آخره. نحن بالفعل نعتبر بأنه الجامعات المغربية ولا سيما ذات الاستقطاب المفتوح هناك فيها مشكلة حقيقية، وأن الأسباب التي أدت إلى تعثر نجاح النظام الحالي الـMD لا زالت قائمة، وربما ستبقى قائمة حتى مع تنزيل المشروع الجديد، لأنه لا يجيب على الكثير من الفراغات، ومنها موضوع الاكتظاظ. حينما نتحدث عن عدد ديال 50,000 طالب في كلية الحقوق مثلا في مراكش أو 30,000 في طنجة كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية والإنسانية على العموم، هناك استقطاب مفتوح. كيف سوف نمكن الطالب من المهارات التواصلية للسوفت سكيل؟ كيف سنمكنه من اللغات؟ تدريس اللغات والتفتح والمهارات هذا يتطلب تقليص العدد حتى تكون العملية البيداغوجية ناجعة. ولذلك نتصور بأنه إذا لم تتوفر شروط اللوجستيكية والبشرية والمالية الضرورية، فإننا سوف نكون أمام نظام جيد من ناحية نظرية، لكن على المستوى الواقع سيصطدم بالعدد عديد من الصعوبات. اليوم السيد الوزير كما في علمكم أغلب الشعاب هي تتحفظ على هذا المشروع، ليس لأنها غير مدركة يعني مآلاته الإيجابية، ولكنها تعتبر بأنه هناك شروط ضرورية ينبغي أن تتوفر، ولا بد أن يحصل تملك جماعي لهذا الإصلاح. صحيح كانت نقطة تشاورية في مراكش، لكن ما زال المقاربة التشاركية على مستوى إدماج كافة الأساتذة الباحثين المعنيين بالانخراط في هذا المشروع والتعبئة الجماعية والحماس الذي ينبغي أن يكون على مستوى الأساتذة الباحثين وعلى مستوى الطلبة وعلى مستوى الإدارة، هذا راه مازال ما حصلش، وخاص فيه واحد النوع من المجهود حتى لا نسقط في القرارات الارتجالية. وربما في علمكم الأجوبة ديال معظم الشعب في المغرب. ثالثا على مستوى نحن لدينا تخوف، هذا الربط دائما بين الجامعة وبين سوق الشغل، نخاف أن نسقط في مهننة التعليم الجامعي أو المفهوم الميركونتيري للجامعة. لدينا التكوين المهني، لدينا الإجازات المهنية، هناك من يريدون أن يدرس العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية والقانون بعمق، شكرا المستشار، بالضرورة هاجس سوق الشغل. شكرا لكم سيد الرئيس. شكرا سيد المستشار، ونشكر السيد الوزير على مساهمته القيمة في هذه الجلسة الدستورية. وننتقل للسؤال الأول الموجه لقطاع العدل، وموضوعه تقييم 15 سنة من تطبيق قانون مدونة الأسرة. الكلمة لأحد المستشارين فريق الاستقلال الوحدة والتعادل يقدم السؤال. تفضل السيدة المستشارة. شكرا السيد الوزير. في الحقيقة بعد 15 سنة من تطبيق مدونة الأسرة ونحن أمام أو تتبع تطبيقها، لاحظنا مجموعة من العراقيل أو مجموعة من الأشياء التي لم تفهم كما كان يجب أو كما كنا نتفهمها. لهذا نتساءل سيد الوزير، ما هو تقييم الحكومة لهذه السنوات من تطبيق قانون المدونة، وما هي قراءتكم لنسبة الطلاق وبالضبط التطليق بعد المدونة، وكيف ستتجاوب الحكومة لمعالجة مكامن الخلل في المدونة؟ شكرا سيد المستشارة، لكم كلمة سيد الوزير الإجابة على السؤال. شكرا سيد الرئيس. فعلا السيدة المستشارة، هناك عراقيل واختلالات بل وتحايلات في تطبيق المدونة، لكن
دعيني أذكر بأن المدونة شكلت قفزة نوعية في مسار النهوض بأوضاع المرأة وحقوق الطفل، وأيضا شكلت منعطفا حاسما في مجال ملائمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية.